في هذا اليوم المبارك، هو يوم مشهود، أعلنت مؤسسة أمل عن مجانية خدماتها بالنسبة للفئات المعوزة، وإن شاء الله هذه بادرة خير، وتنبين بأن مؤسسة أمل تواكب تغيرات على مستوى البلد، ومن هذه المتغيرات هو إن شاء الله البداية ديال الورش الملكي المميز والمتميز ديال الورش الحماية الاجتماعية الشاملة، واللي غيواكب هذه الفئات المعوزة. فمؤسسة أمل ارتأت أنها تدخل في هذا النطاق، لأن هذه مشاريع دشنا سيدنا الله ينصره، فما يمكنش أنها توقف تاي على الخدمات وبالطريقة اللي بغاها سيدنا الله ينصره. فالناس صعيب عليهم 100 درهم أن يعطوها بكل حصة، فإن شاء الله نحاولوا، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية اللي تعيشها العالم بأسره، فإلا نقصنا شوية المعاناة فتنكونوا ساهمنا في السلم الاجتماعي إن شاء الله تعالى، والمحافظة على البلد ديالنا اللي هي متميزة وخلقات الاستثناء على مستوى العالم في هذه الظروف الخاصة. فإن شاء الله تعالى لن نفقد الأمل، والأمل ديالنا إن شاء الله تعالى هو إن شاء الله ما نفكروش غير في الدياليز بوحدو، لأن هذا مسألة آلية وميكانيكية، فنفكروا أيضا في زراعة الأعضاء والأنسجة، وتكون عندنا إن شاء الله تعالى، وهذا هو المبتغى من الله سبحانه وتعالى، أن تكون مؤسسة وطنية تعنى بزراعة الأعضاء والأنسجة، واللي المبتغى ديالنا أيضا والمتمنيات ديالنا أن يترأسها سيدنا الله ينصره، لأنه هو الضامن لهذا البلد، والضامن للحفاظ عليه، والضامن للاستقرار دياله، والضامن للرخاء والصفاء في الحياة الاجتماعية ديال المواطنين دياله. فهذه المؤسسة الوطنية غدت إن شاء الله تنقص من هذه المعاناة، لأن أي مريض قصور كلوي يكلف الدولة أموال طائلة في العام، إلا جينا نحسبها بالأرقام، فتن يمكن مع زراعة الكلى وخصوصا فئة الشباب والأطفال غادي إن شاء الله غادي نقصوا من هذه المعاناة، وغادي نرجعوا ناس اللي احنا محتاجينهم في المجتمع ديالنا كناس فعالين، يرجعوا لشبابهم لخدمة الوطن، لأن كاين فيهم اللي يفقد الشغل ديالو، تتفقدوا الدولة بعد ما قراتو، بعد ما سهرات على التكوين ديالو. فاحنا خصنا نقوموا باللازم أن نرجعوا الحياة الطبيعية. احنا تنفرحوا الحمد لله، عندنا حالات الحمد لله واكبناها، راكي اكثر من وحنا تنهضروا على العنصر النسوي، اكثر من امراه انها كانت محتاجه غير وليد اللي ونسها، الحمد لله اكثر من امراه تزاد عندها وليد وهي تقوم بالدياليز عندنا في المؤسسه، وحنا دابا تنباشروا وحده من هاد النساء في مراكش في مركز سيدي يوسف بن علي، واللي ان شاء الله بعد شهرين سيولد لها طفل غادي ينسها ان شاء الله، ويخفف من المعاناه ديالها ان شاء الله. وحتى المواكبة ديال هاد النساء الحوامل راه هي مكلفة جدا، وان شاء الله نفكروا لها في الزرع ديال الكلية ديالها، ان كان الزوج ديالها الاخ ديالها، ان شاء الله مشجعين انهم يساعدوها للمحافظة، وهي شابة متزوجة، نسأل الله ان يشافيها ويعافيها.